إنها بدية، الولاية التي استقر فيها نور الدين السالمي. الإمام نور الدين السالمي طبعاً كنشأ نشأة علمية، ولد في الحوقين، كان ضرير، الله سبحانه وتعالى ألهمه البصيرة، وكان شغوفاً للعلم، تنقل في ترحلاته من الرستاق إلى نزوة إلى منح، بعد ذلك إلى القابل فاستقر بها، وأسس مدرسة علمية جامعة في تأليف العلوم الإسلامية، ألف في شتى المعارف الإسلامية، فكان موسوعة علمية جامعة، فأصبحت مدرسته العلمية في القابل مشهورة جداً، ويستقطب جميع التلاميذ من كل أنحاء عمان. الشيخ محمد بن عبد الله السالمي. نعم. إيش تعرف عنه؟ أعرف عنه يا أولوية. تفضل. دين ومادة يمين. دين ومادة يمين. وكرامة عائل لما لصبح يصبح لا كرم عنه غير ربه. نعم ونعم. ما كرم عنه غير الله سبحانه وتعالى. أقول إن الدين ومادة يمين وكريمة مذلات اللي فيه من العلوم. نعم. ويلف بالخاطر والضيف والليينبي بيته وخص. نعم. وبدية ونعم، وهل بدية ونعم أولاد عيسى. تعرف متى استقر هنا في بدية؟ متى وصل؟ مش سكن في بدية؟ لا والله كذب ذاك. أول كان يدرس أبوه في الظاهر، يدرس في جابر، وخلافية في بدية. حياة الشيخ نور الدين السالمي. الشيخ نور الدين السالمي. كم سنة صار لي يعني من في بدية؟ العلم عند الله، والله محفوظ الشيخ السالمي، ولا حي أنا قطعت الأرض. يوم ميت الشيخ السالمي. الشيخ نور الدين. نور الدين. أنا في الأرض طايح غير صغير ذاك الوقت. ما شاء الله تتذكر يعني. هيدا. كتاب تحفة الأعيان طبعا كتاب يشمل تاريخ عمان، حاول أن عندما اطلع نور الدين أنه لا يوجد مؤلف يشمل تاريخ عمان بالكامل، من بداية كتعريف عمان وتضاريس عمان وانتقال العرب في عمان وسبب مسماها بمسمى عمان، أتت الفكرة إلى باله أن يؤلف هذا المؤلف، فشرع بهذا التأليف طبعا بعد اطلاعه على كتب الجغرافيا، التاريخ التي كان يطلع عليها، المؤلفات التي قبله، فشرع في التأليف وأنهى التأليف قبل سنة من وفاته، وأرسله للطباعة في مصر، ولكن طبعت بعد وفاته. الأهمية التاريخية لهذا الكتاب لأنه يعتبر أول مؤلف شمل تاريخ عمان بالكامل من بدايته إلى وقت نور الدين السالمي في عام 1913 للميلاد، حاول أن يجمع سيرة العمانيين وسيرتهم في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعد الرسول ومآثرهم وتاريخهم، وأيضا في أحداث عمان أيام الاستعمار البرتغالي لعمان وكيفية مقاومتهم له. هذا التاريخ حفظ جزء كبير من تاريخ عمان، فأصبح هو المصدر أو المرجع الأساس لتاريخ عمان. انشغل في تدريس العلوم وإفتاء الناس في حياتهم. كان يجمع في كتاباته بين العقل والنقل. نشأة الأولى لهذه المكتبة طبعا بنور الدين السالمي، لأنه كان عالما يحب الاطلاع على الكتب ويجمع الكتب التي يطلع عليها ومؤلفاته أيضا التي خلفها من بعده. قام بعد ذلك ولده محمد الشيبة، يلقب بالشيبة ابن نور الدين، بالسير على نهج والده في تعمير هذه المكتبة والمحافظة على كتب والده والمخطوطات التي تركها والده من بعده،
فأسس هذه المكتبة أو بنى هذا المبنى الحديث للمكتبة في عام 1983 للميلاد في عهد جلالة السلطان قابوس، وبعد ترميم بعض المخطوطات وجمع المخطوطات والكتب فيها، فأصبحت رافد لطلاب العلم في جميع عمان ومصدر ومرجع للمخطوطات الموجودة فيه.